نحن الآن في المحطة الثانية لتوقيع هذا الكتاب بعد المحطة الأولى التي تم فيها تقديم كتاب محمد الحيحي ذاكرة حياة بعد تقديمه في الدورة 29 للمعرض الدولي للكتاب بمدينة الرباط. هذا الكتاب يحط الرحال بمدينة الرباط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. هذه الجمعية التي ساهم في تأسيسها المرحوم محمد الحيحي وتولى فيما بعد رئاستها. بطبيعة الحال الملاحظة الأولى أن لقد تفاجأنا بهذا الإقبال الكبير والمكتف سواء بمدينة الرباط أو بمدينة الدار البيضاء حاليا، إقبال على هذا الكتاب من أجل التعرف على شخصية وطنية لعبت أدوار في أربعة ميادين. هذه الميادين تتعلق بالميدان السياسي والميدان الحقوقي والميدان الجمعوي والميدان التطوعي بصفة عامة. وهذا يؤكد أن الشباب الآن في حاجة إلى التعرف على القيم التي ناضل من أجلها السي محمد الحيحي. هذه الشخصية الوطنية الكبيرة التي آن الأوان أن يتم إعادة الاعتبار إلى هذه القيم، باعتبار أنه إن كان قد رحل عنا جسدا فإن القيم التي دافع عنها هي قيم الإخلاص وقيم الوفاء وقيم العمل الجماعي. نحن الحاجة على الرغم من هذه التطورات، نحن الآن في حاجة ماسة إلى استعادتها، وهذا ما نعمل عليه من خلال تنظيم عدة قراءات حول مضامين هذا الكتاب الذي يضم عدد كبير من الشهادات للشخصيات في الميادين التي تحدثت عنها في الأول. بعد اللقاء الأول بالمعرض الدولي للكتاب، هذا اللقاء الثاني والأول في مدينة الدار البيضاء الذي نقدم فيه كتاب محمد الحيحي ذاكرة حياة، والذي بطبيعة الحال لقي تجاوبا كبيرا ومنقطع النظير من طرف شرائح متعددة من المهتمين بكل المجالات التي اشتغل فيها المرحوم محمد الحيحي. فرصة كذلك لكي نعرف بمضامين هذا الكتاب وما يقدمه من شهادات وإضاءات حول عطاءات الرحيل في المجالات التربوية والتعليمية والثقافية والحقوقية والسياسية، وأيضا كذلك بالنسبة لنا فرصة لكي نقدم أيضا زوايا مختلفة متعددة لنخبة من رجالات البلاد الذين قدموا شهاداتهم حول هذه الشخصية الوطنية الفذة، ومبرزين بطبيعة الحال جوانب عديدة من عطاءات هذا الرجل. هي مناسبة أيضا بالنسبة لإخواننا في الجمعية المغربية لتربية الشبيبة التي أسسها أو ساهم في تأسيسها المرحوم سي محمد الحيحي وترأسها لعدة سنوات. هذه الجمعية تخلد ذكرى تأسيسها 68، فرصة كذلك لاستحضار كذلك عطاءته لفائدة هذه الجمعية العتيدة وهي تخلد ذكرها.